ونظرك محل سجودك وتقول سبحان ربي العظيم، ثم ترفع رأسك من الركوع واضعا يديك حذو منكبيك وتقول سمع الله لمن حمده. وعندما تستوي قائما تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء الأرض وملء السماوات وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ثم تخر ساجدا وتقول الله أكبر، وتسجد على أعضائك السبعة وهي الجبهة والأنف، اليدان، الركبتان، بطون أصابع الرجلين، وتقول سبحان ربي الأعلى، وتجافي عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك وفخذيك عن ساقيك، وترفع ذراعيك عن الأرض، ثم ترفع من السجدة الأولى إلى الجلسة بين السجدتين وتقول اغفر وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني، ثم تسجد السجدة الثانية وتقول كما في السجدة الأولى، ثم تفعل كما فعلت في الركعة الأولى. تجلس بعد رفعك من السجدة الثانية وتنصب رجلك اليمنى مفترشا رجلك اليسرى، وتضع يديك على فخذيك وتكون يدك اليمنى مقبوضة الأصابع إلا السبابة، فتشير بها عند التوحيد، ثم تقرأ التحبع إلا السبابة فتشير بها عند التوحيد، ثم تقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم تقول